السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عزيزاتي الطالبات، معكم أستاذة سميرة رمضان معلمة الأحياء الصف الحادي عشر علمي مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات. هيا معا لنبحر في بحر من بحور العلم والمعرفة، ومعنا الوحدة التاسعة الأمراض الانتقالية، ودرسنا الأول هو أنماط الأمراض. أهدافنا لدرس اليوم، أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن تكوني قادرة على أن أولاً تصنفي الأمراض حسب كيفية اكتسابها وانتقالها، ثانياً تعددي أربعة من مسببات المرض الشائع. لنحمد الله عزيزاتي الطالبات على نعمة الصحة التي أنعم الله بها علينا، ولكن إذا نظرنا في الصور المعروضة أمامنا ستشاهدون ماذا؟ هل هذه حالات طبيعية لهؤلاء الأشخاص؟ أحسنتم، لا، ليست حالات طبيعية، إنها حالات غير طبيعية. ما سبب هذه الحالات؟ هل هناك خلل داخلي أم إنها مجرد أعراض خارجية؟ أحسنتم، إنها بسبب خلل حدث داخل الجسم، ونتيجة هذا الخلل بدأت تظهر أعراض خارجية ليتعرف عليها الإنسان. إذن لو أحببنا أن نعرف المرض، ما هو المرض من خلال ملاحظتك للصور ومناقشتنا؟ هو حالة غير طبيعية تؤثر سلبيا في تركيب أو وظيفة جزء من الكائن الحي أو كله. هذه الحالة قد تؤدي إلى خلل في جزء من جسم الكائن الحي، وأحيانا قد يؤدي هذا المرض إلى خلل في جميع جسم الكائن الحي، وقد تؤثر في الأعضاء والأجهزة. وكلنا نعرف ما الفرق بين العضو والجهاز. الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء كما درسنا سابقا، والأعضاء هي مجموعة من الأنسجة، والأنسجة مجموعة من الخلايا. قد تؤثر هذه الحالة في الأعضاء والأجهزة أو الكيمياء الحيوية أو وظائف الجسم الأخرى، وهذا هو تعريف المرض. سأطرح عليك سؤالا عزيزتي الطالبة، إذا كنت تتواجدين بمكان ولا يوجد غير مكانين فقط للجلوس وتريدي أن تجلسي، أحد هذين المكانين بجوار مريض إنفلونزا والآخر مريض قلب، جنب من سوف تجلسين؟ تفكري؟ بالطبع ستجلسين جنب مريض القلب وتبتعدين عن مريض الإنفلونزا. لماذا؟ لماذا ابتعدتي عن مريض الإنفلونزا؟ لأنك تخافي أن تصابي بالإنفلونزا مثله، لأن الإنفلونزا من الأمراض التي تنقل من شخص إلى آخر، لكن مريض القلب لن يستطيع أن ينقل هذا المرض إليك، لأنه مرض غير انتقالي. ولذلك قام العلماء بتقسيم الأمراض إلى قسمين، أمراض معدية وأمراض غير معدية، ثم بعد ذلك قاموا بتقسيم كل مرض إلى تقسيم آخر. فمثلا الأمراض المعدية قسمت إلى انتقالية وغير انتقالية. الانتقالية قسمت حسب المسبب لها إلى بكتيرية وفطرية وفيروسية، والغير الانتقالية أمراض طفيلية. أما الأمراض غير المعدية فقسمت إلى أمراض بسبب نقص التغذية، وأمراض بيئية، وأمراض وراثية. والمخطط الذي أمامك يشرح هذا التصنيف. هيا بنا لنبحر في كل مرض ونتعرف على مفهوم هذا النوع وأسبابه وبعض الأمراض على هذا النوع. سنبدأ بالأمراض غير المعدية. من اسمها غير معدية، إذن هي أمراض لا تنتقل من شخص إلى آخر. تعريف الأمراض غير المعدية، هي تنتج من عوامل وراثية أو عوامل بيئية، إذن المسبب لها هو عوامل بيئية أو وراثية، ولا تنتقل من فرد للآخر باللمس أو السعال. لقد تعرفنا على مفهوم الأمراض غير المعدية وأسبابها، الآن لنتعرف على مجموعة من الأمراض غير المعدية. أولا مرض السرطان،
كلنا نسمع الآن عن مرض السرطان وإنه من أخطر الأمراض التي توجد في عصرنا الحالي، وكثير يعاني من هذا المرض. ما هو مرض السرطان؟ كما تشاهدون من خلال الصور المعروضة ستلاحظون أن هناك خلايا غير طبيعية تنمو على الخلايا الطبيعية وتسيطر عليها وتنتشر. مرض السرطان هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة الجسم كاملة أو في بعض الأجزاء، وقد تؤدي إلى الوفاة. هذا هو مرض السرطان وهو من أخطر الأمراض. المرض الثاني وهو مرض ناشئ من سبب بيئي وهو الانسداد الرئوي المزمن. هذا المرض عبارة عن مجموعة من الأمراض المنتشرة التي تتضمن انسداد الشعب الهوائية والتهابها، وقد يسبب انتفاخ للرئة. والتهاب الشعب هو التهاب يكون في بطانة القصبة الهوائية التي تحمل الهواء من وإلى الأكياس الهوائية والرئتين. ومن أعراض هذا المرض أنه يسبب ضيق في التنفس والسعال ببلغم، وقد يؤدي إلى الوفاة. وكما نشاهد من خلال الصور المعروضة ضيق في الشعب الهوائية. المرض الثالث من الأمراض غير المعدية وهو مرض الإسقربوت. مرض الإسقربوت، هل هذه الكلمة مألوفة لديكم؟ إنه مرض. ما سبب هذا المرض؟ إنه مرض ينشأ عن نقص فيتامين سي. ما أعراضه؟ تشمل أعراضه الإرهاق والأنيميا وألام المفاصل والعضلات والكدمات المؤلمة وضعف في الأنسجة الرابطة، وكما تشاهدين في الصور يؤدي إلى نزيف الأسنان واللثة وتأخر التئام الجروح وخلخلة الأسنان أو سقوطها، وإذا ترك بدون علاج فإنه سوف يؤدي إلى الوفاة. إذن ما هو علاجه؟ علاجه أن نتناول كميات كافية من المصادر الغنية بفيتامين سي. ولكن لمرض الإسقربوت بعض القصص والحكايات لنعرفها. سأقول لكم على قصة مرض الإسقربوت. كان يطلق على الإسقربوت في القرن 18 اسم طاعون البحر. لماذا اقترن بالبحر؟ حيث كان يتسبب في وفاة أطقم البحارة على متن السفن بسبب عدم تناولهم لفيتامين سي أو الأطعمة المتوفر بها فيتامين سي. وانطلقت رحلات عديدة لاكتشاف ماذا يحدث للبحارة، فإن عدد كبير منهم يموت أثناء وجودهم في عرض البحر. وبعد محاولات كثيرة والعلماء استقروا بعد دراسة وأبحاث أن ذلك بسبب عدم تناولهم للأغذية التي تحتوي على فيتامين سي. وبعد ذلك تم إمداد الكثير من البحارة بفيتامين سي أو مصادر له، فكانت النتيجة هي اختفاء مرض الإسقربوت. فنصيحتي لك يا عزيزتي الطالبة أن تكثري من تناول الحمضيات والموالح والفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الفراولة والكيوي. حان الدور الآن على الأمراض المعدية. من اسمها أمراض معدية، إذن هي تنتقل. هيا لنتعرف على مفهوم الأمراض المعدية. تنتج من مسببات الأمراض، وسنتوقف قليلا عند مسببات الأمراض، سنتعرف عليها في الشريحة القادمة. معظم الأمراض المعدية انتقالية، بمعنى أنها تنتقل من فرد للآخر، ولكن عدد قليل منها غير انتقالي. إذن الأمراض المعدية قد تنتقل وقد لا تنتقل، ولكن الأكثر منها انتقالي. سبق وأخبرتكم أننا سوف نتعرف على مسببات المرض. مسببات المرض بمعنى هي الكائنات التي تسبب المرض. من هذه الكائنات البكتيريا والفيروسات والفطريات والحشرات والديدان. وسوف نتعرف لاحقا على جميع هذه المسببات بالتفصيل. ننتقل الآن إلى الأمراض المعدية الانتقالية. ومن خلال المخطط الموضح أمامكم قام العلماء بتصنيف هذه الأمراض حسب المسبب لها. فأول نوع هو الأمراض التي تسببها الفطريات، والفطريات هي أحد الكائنات الحية التي تسبب المرض، وفي منها النافع ومنها الضار.
من أحد الأمراض التي تسببها الفطريات هو مرض قدم الرجل الرياضي. ما هو مرض قدم الرجل الرياضي؟ ولماذا سمي بالرياضي؟ ولماذا اقترن بالرجل القدم؟ سنلاحظ من الأشكال المعروضة أنه عبارة عن التهابات بين زوايا الأصابع في القدم. هذه الالتهابات قد تنتشر لأكثر من مكان على الرجل. لماذا اقترن بالرياضة؟ هل بمعنى ذلك أنه فقط يصيب الناس الرياضيين؟ لا، قد يصيب أي أحد، ولكنه ينتشر بين الرياضيين. لماذا؟ لأن أقدامهم أكثر عرضة لارتفاع درجة حرارتها وزيادة رطوبتها بسبب ارتدائهم للأحذية الرياضية والتدريبات، فهم أكثر من يصابون بقدم الرجل الرياضي. المرض الثاني وهو مرض الكوليرا. هل سمعت من قبل عن وباء الكوليرا؟ هذا الوباء الذي ضرب العالم وأدى إلى وفاة ملايين من البشر. هذا المرض هو عبارة عن مرض بكتيري يسببه نوع من البكتيريا، فإذا كان الطعام أو الماء ملوث بهذه البكتيريا فيصاب الإنسان بالكوليرا. ما هي أعراضها؟ أعراضها هي عبارة عن ضعف عام، إسهال، وقد يؤدي بعد الإسهال إلى الجفاف وفقدان السوائل من الجسم، فتحدث تشنجات عصبية وانخفاض لدرجات الحرارة، وفي النهاية قد يؤدي إلى الموت، وقديما لم يكتشفوا له أي علاج وسبب الوفاة. المرض الثالث وكلنا نعرفه هو الزكام، الذي يأتي لمعظمنا في فصل الشتاء، وهو مرض فيروسي يسببه أحد أنواع الفيروسات. لا تذهبي بعيدا عزيزتي الطالبة، لقد درسنا الأمراض وقسمناها إلى أمراض معدية وأمراض غير معدية. درسنا تقسيم الأمراض غير المعدية، ثم الآن نحن ندرس تقسيم الأمراض المعدية، وقد تم دراسة الأمراض المعدية الانتقالية، والآن حان الدور على الأمراض المعدية غير الانتقالية. هي يسببها الطفيليات. ما هي الطفيليات؟ هي الديدان والحشرات. فالأمراض التي تنتج من الإصابة بالديدان والحشرات تسمى أمراض طفيلية، وسنأخذ أمثلة عليها. لقد تسمع عن ديدان الإسكارس، الإنكليستوما، الديدان الدبوسية، الدودة الشريطية. كل هذه الديدان هي تعتبر طفيليات تعيش داخل جسم الكائن الحي، قد يكون إنسان أو حيوان، وتتغذى على غذائه، فتسبب له سوء التغذية. وبعض أنواع من الديدان تتغذى على الدم فتسبب فقر الدم. ومن الصور المعروضة نجد مجموعة من الديدان داخل جسم الكائن الحي، وإصابة الحشرات التي تؤدي إلى الحساسية وتهيج في الجلد وفي الأنسجة والأغشية. سأحدثك الآن عزيزتي الطالبة عن السبب وراء جلوسك الآن في البيت. الآن أنت تتلقين الدروس عبر التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد. لماذا تجلسين في البيت وهذا موعد المدرسة؟ ستقولين لي بسبب كورونا. ما هو كورونا؟ كيف لك أن لا تعرفي حتى الآن ما هو الكورونا؟ هيا لنتعرف عليه. الكورونا هو فيروس. إذن سوف ندرس الآن طبيعة الفيروسات. الفيروسات هي أحد مسببات الأمراض الشائعة، وكما تشاهدين من الأشكال المعروضة أنها متعددة الأشكال. ونجد مثلا الشكل الذي على اليمين فيروسات تصيب الكبد. إذن هذه الفيروسات تصيب الكبد، تصيب عضو واحد وهو الكبد، ولكنها أشكال مختلفة. فشكل منها يسبب التهاب الكبد الوبائي A، وشكل آخر يسبب التهاب الكبد الوبائي B، وشكل آخر C. إذن الفيروسات متعددة الأشكال والأحجام. هيا لنتعرف أكثر. الفيروسات هي جسيمات أصغر جدا من الخلايا، وهي عبارة عن غلاف بروتيني يحتوي على مادة وراثية في داخله. هذه المادة الوراثية، كلنا نعرف أن المادة الوراثية هي في الإنسان الـ DNA، ولكن في الفيروسات
ايضا قد يكون الدي ان اي او ار ان اي. وفيروس الكورونا الذي يجتاح العالم الان يحتوي على الار ان اي وهو اخطر انواع الفيروسات. والفيروسات ليست كائنات حيه. كيف تكون ليست كائنات حيه وهي داخل جسمي تتحرك وتنتشر وتنتقل من انسان الى اخر؟ كيف ذلك؟ هي كائنات غير حيه خارج جسم الكائن الحي، ولكنها تستطيع التكاثر داخل جسم العائل. فإذا دخلت داخل الجسم فإنها تحقن نفسها داخل الخلية وتبدأ بالسيطرة على خلية الجسم وتتكاثر داخلها، ثم بعد ذلك تخرج بأعداد كبيرة جدا وتنتشر وتصيب أجهزة الجسم المختلفة حسب نوع الفيروس، ويتراوح حجمها بين 30 نانومتر و 150 نانومتر، وتصيب الحيوانات والنباتات وحتى أنواع من البكتيريا. ولكن كنا نعلم وكان جميع أبحاث العلماء أن الفيروسات تسبب الأمراض للنباتات والحيوانات، ونادرا وقليلا من الفيروسات التي تصيب الإنسان. ولكن ماذا حدث؟ لماذا نسمع عن أمراض فيروسية متعددة؟ مرض الكورونا أو فيروس الكورونا المنتشر حاليا هو أثاثا يوجد في الكائنات الحية الحيوانات، ولكن بسبب تناول الإنسان لمجموعة مختلفة من الحيوانات التي تحتوي على أنواع مختلفة من الفيروسات فحدث تحور للفيروس، فأصبح يستطيع العيش والتكاثر داخل جسم الإنسان. لكن لو الإنسان قد التزم بتعاليم الله وتوصياته بأكل أن هناك بعض الحيوانات لا يمكن تناولها، فكنا لن نصاب بمثل هذا الفيروس. النوع الثاني من مسببات الأمراض هو البكتيريا. الأشكال المعروضة أمامك هل هي شكل واحد؟ أحسنتي، بل مجموعة من الأشكال. هناك منها الأشكال التي تشبه العصا فتسمى عصوية، وبعض الأشكال تشبه الكرة تسمى كروية، وبعضها حلزونية. إذن البكتيريا لها ثلاثة أشكال، وكل شكل يسبب مرض معين. ولكن هل جميع البكتيريا تسبب الأمراض؟ لا، هناك جزء من البكتيريا مفيد ويوجد داخل أجسامنا ويساعد في عملية الهضم، وهناك بكتيريا توجد على الجلد وتحمينا من الكائنات الحية الضارة، وهناك بكتيريا نستخدمها في الصناعات مثل تحويل اللبن أو الحليب إلى روب أو زبادي. إذن من هذا هو الكائن؟ البكتيريا هي أبسط شكل من أشكال الحياة، والبكتيريا النموذجية هي بضعة آلاف من النانومترات في الحجم، وأصغر من متوسط الخلايا البشرية بما يقرب من 10 إلى 20 مرة، وقد تحتوي على الدي ان اي البلازميدي الحلقي ودي ان اي كروموزومي. إذن البكتيريا تحتوي على 2 دي ان اي، دي ان اي خاص بها ودي ان اي بلازميدي، ويحيط بها جدار خلوي. كلنا نعرف ان الجدار الخلوي يوجد في النباتات فقط، ولكن البكتيريا تحتوي ايضا على جدار خلوي مصنوع من مادة تسمى البيبتيدو جلايكان، وهو جدار لا تمتلكه بالتأكيد الخلايا الحيوانية. المسبب الثالث للمرض هو الفطريات. هل سمعتي من قبل عن الفطر؟ هل تحبين تناول الفطر؟ إنه من مسببات الأمراض، هل تتناولينه؟ لا تخافي، هناك نوعين من الفطريات، هناك فطريات نافعة وهناك فطريات ضارة. فالفطر الذي تقومين بتناوله وهو فطر عش الغراب أو المشروب، إنه فطر مفيد وصحي، ولكن هناك بعض الأنواع من فطريات عش الغراب تكون سامة وتكون في بعض الحالات مميتة. وسنتحدث الآن عن الفطريات الضارة، وكما تشاهدون من خلال الصور المعروضة فهذه أشكال الفطريات، والفطريات دائما تتكاثر ويزيد حجمها فتؤدي لتكوين مستعمرات. تشاهدون عفن الخبز،
فإنك تجدي عفن الخبز هو عبارة عن مجموعة من الأبواغ يكون لونها أبيض ثم تتحول للأخضر والأسود وأشكال متعددة. كيف نستطيع رؤيتها؟ وأن الفطريات كائنات حية دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. حقيقي لا نستطيع رؤيتها إذا كانت خلية واحدة أو فطر واحد، ولكن هي تنمو على شكل مستعمرات إذن بجوار بعضها كما تشاهدون، فيزيد عددها بكميات كبيرة جدا، فنستطيع في هذه الحالة رؤيتها. نتعرف أكثر على الفطريات. هي كائنات حية دقيقة حقيقية النواة، ولديها أيضا جدار خلوي مثل النباتات، ولكنها لا تقوم بعملية البناء الضوئي، لذلك تتغذى على أجسام الكائنات الحية الأخرى. والخلايا الفطرية تكون أكبر حجما من البكتيريا وتسبب الأمراض للإنسان، وقد تصيب النباتات مثل مرض صدى القمح الذي يأتي في نبات القمح. وهذه الصور تبين لك بعض الأمراض التي تسببها الفطريات. فنجد وراء الأذن هناك مجموعة من الفطريات على الجلد وعلى اللسان وبين الأصابع وفي أسفل القدم وعلى اللثة أو الشفان. ننتقل إلى مسبب آخر من مسببات المرض، وهي الطفيليات. الطفيليات كائنات حية تعيش داخل كائن حي آخر، وتنتقل إلى جسمه عن طريق أطعمة أو الماء الملوث أو اختراق الجلد، وتنتقل وتنقل الأمراض إليه، وقد تؤدي إلى في حالات متأخرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة. نشاهد أن من خلال الصور هناك صور لديدان وصور لحشرات وهي تخترق الجلد، وحشرات أخرى تقوم بامتصاص الدم، وأثناء امتصاصها للدم قد تقوم بنقل بعض الأمراض من خلال هذا الاتصال. لقد سمعنا من قبل عن مرض الملاريا، وهو مرض نتيجة الإصابة بطفيل موجود داخل جسم البعوض. إذن هو من مسببات الأمراض الطفيليات، ومن أكثر أنواع شيوعا هي الديدان التي تصيب في الغالب الأطفال، فمنها الدودة الدبوسية والدودة الشريطية والإنكليستوما والإسكارس. فجميع هذه ديدان يزيد عددها جدا داخل الجسم، ما عدا الدودة الشريطية فقد تكون دودة واحدة أو دودتين داخل الجسم. وفي نهاية الدرس عزيزاتي الطالبات، هل استفدتم من هذا الدرس؟ أريد منك أن تعودي مرة أخرى إلى الأهداف وتتأكدي من تحقيق أهدافك. لنسترجع معا ما قمنا بدراسته اليوم وما تعرفنا عليه. تعرفنا على معنى كلمة المرض، على أنواع المرض وقمنا بتصنيفها، ذكرنا بعض الأمراض ومسبباتها، وتحدثنا عن مسببات الأمراض. التقييم الختامي، أجيبي عن السؤال الآتي: صنف الأمراض غير المعدية حسب. لقد أخذنا الذي قمنا بأخذه هو حسب الأسباب وكيفية اكتسابها وانتقالها. شكرا لكم عزيزاتي الطالبات، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب المنزلي بالموقع الإلكتروني. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.